إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله خير ما افتتح به القول واختتم، أحمده سبحانه حمدًا يستنزل الرحمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منَّ على هذه الأمة ببعثة خير البريات، وجعل التمسك بسنته عصمةً من الفتن والبليات. وأشهد أن نبيَّنا وحبيبَنا وقدوتَنا وسيِّدَنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه كريمٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، خيرُ ما يُوصَى به تقوى الله عز وجل، فاتقوه رحمكم الله، فتقواه سبحانه خيرُ الزاد وأعظمُ المتاع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسٌ ما قدَّمَت لغد، واتقوا الله، إن الله خبيرٌ بما تعملون. رأيتُ المجدَ في التقوى جليَّة، وفيها العزُّ في دار النشور، فنعم الزادُ تقوى الله زادًا، ونعم الذُّخرُ في اليوم العسير. معاشر المؤمنين، إن في تتابع الفصول والمواسم لمُدَّكَرا، وتعاقب الأيام والليالي لمُعتبرا، وفي هذه الآونة يتبدَّى لنا حرورٌ من الصيف النافِح، وتهُبُّ علينا رياحُه اللوافِح، إذ الآمالُ إلى استِثمارِه مُشرَئِبَّةٌ رانية، والآماقُ إلى اهتِبالِه مُتطلِّعةٌ حانية. كيف وقد نشرَ علينا مطارِفَه، ونسَخَ للظِلِّ وارِفَه، ونثَرَ في الدُّنى السَّمُوم، وبسَطَ بشمسِه قيظَه الهجوم، مما يحمِلُ على الادِّكار، ويبعثُ على الاعتبار، ويُذكِّرُ بحرِّ النار، والعمل على أخذ أسباب الوقاية. الحرُّ فأبردُوا بالصلاة، فإن شِدَّة الحرِّ من فيح جهنَّم. قال الإمام الحسن البصريُّ رحمه الله: كل بردٍ أهلك شيئًا فهو من نفس جهنَّم، وكل حرٍ أهلك شيئًا فهو من نفس جهنَّم. وقال الإمام ابن رجبٍ رحمه الله: وينبغي لمن كان في حرِّ الشمس أن يتذكَّر حرَّها في الموقِف، فإن الشمس تدنُو من رؤوس العباد يوم القيامة، ويُزادُ في حرِّها. وينبغي لمن لا يصبِرُ على حرِّ الشمس في الدنيا أن يجتنِبَ من الأعمال ما يستوجِبُ صاحبَه به دخولَ النار، فإنه لا قوَّة لأحدٍ عليها ولا صبر. نسيت لظى عند ارتكابك للهوى، وأنت توقى حر شمس الهواجر، كأنك لم تدفن حميماً ولم تكن له في سياق الموت يوماً بحاضر. رأى أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله قوماً في جنازة قد هربوا من الشمس إلى الظل، وتوقَّوا الغُبار، فبكى ثم قال: من كان حين تُصيب الشمس جبهته أو الغُبار يخافُ الشين والشعث، تجهَّزي بجهازٍ تبلُغين به يا نفسُ، بجهازٍ تبلُغين به يا نفسُ قبل الردى، لم تُخلَقِي عبثًا. المُعتمِرين والزائِرين، معاشر المُسلمين، الصيف يحمِلُ في أندائِه إجازةً صيفيَّة، وهدأةً نفسيَّة، إثر شواغِل الحياة، وكلال المسؤوليات والمُهمَّات، حيث يستريحُ في مجاليها اللاغِبُ والمحرور، ويمتَحُ المكدودُ من فُسحتِها برد الهدأة والسرور، وروح الراحة الموفور في سفر مباح أو اصطياف بريء. فيا بشرى
لمن عمرها بالبرور والطاعات ووشاها، ويا سعدى لمن دبجها بخير الخير وغشاها. تفيض العيون بالدموع السواكب، وما لي لا أبكي على خير ذاهب. على أنفس الساعات لما أضعتها وقضيتها في غفلة ومعاطب. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فأنى لعاقل يا عباد الله يبدد الوقت الشريف متعطلا، ويمزق الزمن النفيس متبطلا. فذاك الذي أضاع الفرص فباء بالغصص، واستلزم المقت والنغص. فيا من هم في منفسح الفراغ أطن واعتدالا وسموا وكمالا، فقد كان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أظهر الناس حزماً ولطفاً، وأوفاهم أنساً وعطفاً. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا بهدي نبيكم، واقتفوا سنته صلى الله عليه وسلم، واعتزوا بإيمانكم وتوحيدكم وهويتكم. سددوا وقاربوا، تصافوا وتصالحوا، تراحموا وتسامحوا، أبشروا وأملوا وتفاءلوا، توفقوا وتفوزوا، وتغنموا وتفلحوا وتنعموا. قد خلت من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول هذا القول من غير حول لي ولا طول، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل خطيئة وإثم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله حمداً يا دنيا بانقضاء الإجازات، ألا فاعبروها. معاشر المؤمنين، ومع الانسراب في صوارف الإجازة الصيفية التي تخلع على المجتمعات مظاهر البهجة والاسترواح ومطارف الحبرة والانشراح، خاصةً من عزموا على إقامة مناسبات الزواج والأفراح، فالله الله في رعاية الضوابط والآداب الشرعية في هذه المناسبات من الاقتصاد والترشيد وحسن الطاعة والبعد عن الإسراف والتبذير والبذخ وسائر المعاصي، والجد في معالجة ظواهر العنوسة وغلاء المهور ونحوها مما يتعلق بمناسبات الأفراح، وعدم التباهي بنشرها في مواقع التواصل الاجتماعي. أمة الإسلام، ومع مرور الأعوام، فإن قضية المسلمين الكبرى في فلسطيننا وأقصانا المبارك تظل في وجدان الأمة شاهدًا لها على اهتمامها بالقضايا الكبرى وإيجاد الحلول الناجعة لحلها والنأي عن الصراعات والنزاعات، والعمل على إحلال الأمن والسلام والاستقرار. والله المسؤول أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويحقق لنا فيما يرضيه التطادي، وآل صالحين لهم ثناء بنور القلب سطره مدادي. صلاةً لا يمل السامع همسها ونداءها،
ولا تسأم الألسن إعادتها وإبداءها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على النبي المُختار، وارض اللهم عن صحبه الكرام الأبرار، أبي بكر أنيسه في الغار، وعمر الفاروق فاتح الأمصار، وعثمان ذي الفضائل الغزار، وعلي ذي التفكر والاعتبار، وسائر العشرة المبشرين بدار القرار، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم شفع فينا نبينا وقدوتنا يوم القيامة، واجعل محبته في سويداء قلوبنا مستدامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد وجميع ولاة المسلمين. اعتدلوا واستووا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا.